وسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض بلد أيام دامية تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة مع استمرار المواجهات مع قوات الإرهاب الإسرائيلي شهداء جدد وإصابات بين العشرات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية عموما والقدس على وجه التحديد حيث هاجمت مجموعة من المستوطنين المتطرفين منازل المواطنين الفلسطينيين فجر الأحد بالخليل بالضفة الغربية في حين استشهد خمسة فلسطينيين بدعوى محاولتهم طعن جنود ومستوطنين. وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين حاولوا اقتحام عدد من المنازل من منازل الفلسطينيين في منطقة تلرميدة والكسارات القريبة من مستوطنة كريات أربع جنوبي جنوبي مدينة الخليل وألقى بعضهم الحجارة على نوافذ المنازل. وقد تصدى عشرات الشبان الذين نزلوا إلى الشوارع لطرد المستوطنين بعدما سمعوا استغاثة السكان من خلال مكبرات الصوت من جهة أخرى منعت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية مجموعة من المستوطنين المتطرفين من دخول مقام قبر النبي يوسف في مدينة نابلس بالضفة الغربية وقامت بتسليم عدد منهم لسلطات الاحتلال أحداث فلسطين في التقرير لم تنتهي الصحف والاذاعات وصناع القرار داخل دولة الاحتلال من قراءة خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الجمعية العامة للامم المتحدة الذي وصفته بالتحريضي والهجومي حتى جاءت موجة اخرى من الارتباك والذعر عقب تصاعد عمليات الطعن الفلسطيني ضد المستوطنين في مدن الضفة المحتلة والقدس خلال الاسبوعين الماضيين شهدت مدن الضفة الغربية وغزة والقدس تصعيدا اسرائيليا فيما استمرت اقتحامات الاقصى المتكررة والاعتداء على المرابطين داخله، في المقابل زادت حدة عمليات المقاومة من طعن ودهس واطلاق للنار من قبل شبان فلسطينيين، تصاعدت حينها لهجة صناع القرار داخل دولة الاحتلال بضرورة ردع الفلسطينيين ومطالبة رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو اتخاذ قرارات صارمة للتعامل معهم وت تحميل عباس مسؤولية ما يجري، فخرج الاحتلال بصيغة ظن أنها ستلجم الفلسطينيين وتخفف من عمليات الطعن التي يقومون بها، فأضحت نية القيام بعملية طعن ذريعة لعمليات التصفية التي يقوم بها جنود الاحتلال وتركزت في القدس ووصلت الخليل ورام الله في اليومين الماضيين. عمليات التصفية التي تنفذها إسرائيل بحق أصحاب الحق والمالك الأصلي لأرض فلسطين لا تفرق بين طفل وشاب ولا بين فتى وفتاة، الكل هناك مشتبه به ومعرض لإطلاق الرصاص والتهمة جاهزة، نية القيام بعمليات طعن والأداة ليس صعبا وضعها بالقرب منه بعد تصفيته، مع استمرار عمليات التصفية من قبل قوات الاحتلال مقابل استمرار عمليات المقاومه بالطعن والدهس اضافه لاستمرار المواجهات في مختلف انحاء الاراضي المحتله ترتفع حصيله الشهداء الفلسطينيين يوما بعد يوم فيما ترتفع حده التصعيد والعنجهيه الاسرائيليه بترسانتها واله حربها ضد الشبان الذين يواجهون جنودها بصدورهم العاريه اليوم نناقش ما يحدث في الضفه الغربيه، هل هو عمل عسكري ام انتفاضه ام ارهاب يهودي ام ارهاب اسرائيلي؟ ماذا بيد السلطه الوطنيه ان تفعل؟ ماذا بيد العرب ان يفعلوا؟ مع ضيفنا الاكاديمي والباحث الدكتور اسعد عبد الرحمن استاذ العلوم السياسيه ورئيس هيئه الموسوعه الفلسطينيه. حوارنا يبدا بعد فاصل قصير. اهلا بكم نبدا حوارنا اليوم وارحب بضيفي الكريم الاكاديمي والباحث الدكتور اسعد عبد الرحمن استاذ العلوم السياسيه ورئيس هيئه الموسوعه الفلسطينيه اهلا بك شرف لي حضورك دكتور دكتور اسمح لي ابدا ان ابدا بدايه بقضيه المسميات ما نعم. الذي يحدث اليوم في الضفه هل هو عمليه عسكريه هبه شعبيه انتفاضه حراك كيف يمكن ان نسميه يعني هي في هذه المرحله آه نوع من انواع الهبه المتميزه وفي طريقها ان توفرت شروط الموضوعيه الى ان تتحول الى انتفاضه لانه آه واضح انه في عوامل عديده آه تؤدي وتحرض على حدوث انتفاضه اسمح لي ذكرت ان توفرت شروط وهناك عوامل تدفع باتجاه نعم. أن تكون انتفاضة، ما هي يعني. هذه العوامل وما هي الظروف التي تحكم تطور الامور من هبة نعم مميزة إلى نعم. حرا... إلى إلى انتفاضة يعني إذا استمر السعار الصهيوني الإسرائيلي آه الاحتلالي آه بكل جنونه ومقارفاته الدموية آه والتصعيدية كما قال كثير من المحللين الإسرائيليين هذا أشبه ما يكون بصب الزيت على النار لا. فهذا شرط أساسي لاستمراره آه إن لجأوا لإجراءات تنفيسية آه سيكون هناك آه حال مختلف هذا من ناحية من ناحية ثانية آه إذا آه توفر لهذا آه التحريك الإيجابي للدماء في شرايين العمل الفلسطيني مؤازرة ودعم وتأييد من الداخل الفلسطيني يعني من الفصائل من القوى الجماهيرية الأخرى خاصة خارج القدس وكمان في 48 فهذا شرط إيجابي آخر دافع باتجاه الانتفاضة أيضا أهلنا في فلسطين يتأثروا كثيراً بمواقف التضامن من عكسها في الوطن العربي وفي الأمة الإسلامية. لا. كذلك الموقف الدولي عندما يشعر أي مناضل إنه صوته ليس صراخاً في الصحراء يعطيه هذا مزيد من الحيوية والعوامل ضحايا. المجزره الاسرائيليه الجاريه هل يعامل بما يطمئن المناضلين الاخرين عامل اضافي كل هذه العوامل بعضها مع بعض ها. تؤدي الى التحول المنشود طيب في مقال لك في صحيفه الراي وعنوانه كان اضواء جديده على الارهاب اليهودي الجديد تحدثت عن اكتشاف تنظيم يهودي سري يحمل اسم مملكة الشر الظلم نعم وهدفه تنفيذ جرائم الحرق والقتل بحق الفلسطينيين ما هو يعني, يعني في الصورة في وأهمية في هذا آه التنظيم في بإسرائيل آه عديد التنظيمات التي تندرج تحت الإرهاب اليهودي آه حتى أحد الكتاب الساخرين آه يوم أول أمس وأنا أتابع الأدبيات السياسية العبرية أشار إلى ما سماه الجهاد اليهودي. يعني ساخراً أو أو ملمحاً إلى موضوع الجهاد الإسلامي. هناك مجموعات متعددة تتبارى فيما بينها بدمويتها تتبارى فيما بينها بتطرفها، تتبارى فيما بينها بالمسارعة إلى قتل العربي، قتل الفلسطيني. أبرزهم جماعة دفع الثمن إذا جازت الترجمة هنا هؤلاء يعني يحاولوا جهدهم المضي في إغالهم في الدم الفلسطيني طبعا الفكر التلموذي الداعشي هذا بصياغة يهودية وقد كنت قد كتبت مقالا قبل حوالي ثمانية أشهر عن كيف أن عندنا داعشنا وعندهم داعشهم في نعم. إسرائيل بعضهم أصبح يستعير من التلمود أسوأ ما وارد فيه ومن ضمنه الحرق ومن ضمنه الصلب حتى فعليك أن تتوقع أن هناك مباراة قذرة في الإغال في الدم الفلسطيني. طيب معلش دكتور في ملاحظة على المصطلحات. نعم. وأنت تفرق بين إرهاب إسرائيلي. نعم. وإرهاب يهودي. نعم. ما الفرق بينهم؟ لا هو الحقيقة. شوي معلش. طبعاً لا لا هو الحقيقة إسرائيل كدولة هي دولة إرهابية. بحكم ما تمارسه من سياسات احتلاليه توسعيه ثم بحكم ما تمارسه من قبول بارهاب جماعات غير تابعه للدوله جماعات ليست بمنطق الاحزاب السياسيه آه وتميز عندئذ تجعل من الفلسطيني صاحب الحق في المقاومه ضد احتلالها اي ضد ارهابها كدوله آه تجعل منه ارهابيا بلا منازع وتجعل من ارهابييها مجاهدين او في احسن الاحوال كما قال ايضا باحث اسرائيلي مهم وكذلك باسلوب ساخر عندما قال علينا دائما ان نتذكر ان اسرائيل تلعب دور الباحث عن الارهاب اليهودي لكنها من باب اخر هي التي تقوم بالتمويل وبالتشجيع. لاحظنا في حاله حرق العائلة دوابشة كيف أنهم قالوا عرفنا القتلة عرفنا المجرمين لكن ليس لدينا أدلة كافية لحالتهم للمحكمة طيب ما هو آلاف مؤلفة من الفلسطينيين يسجنوا ولسنوات دون أي علامة تؤكد وهذا ما يسمى بالاعتقال الإداري لا يعني لا غالبا لا. ما يلجأ إلى الاعتقال الإداري لماذا هذا ولماذا ذاك فبالتالي الـ الـ الإرهاب الإسرائيلي يعني أعيده إلى إسرائيل الآن على صعيد القطاعات الجماهيرية إذا جازت العبارة بين مزدوجين فانت تتحدث عن اناس من نوعين اناس يحركهم الفكر التلمودي لانهم هم متعصبون دينيون يغيلون في الدم الفلسطيني وهناك الترا ناشيوناليست قوميون متطرفون صهيونيون وفي الحالتين كل منهما اسرائيلي ايضا يمارسون هذا النوع من الارهاب ارجع للمقال وانت ذكرت ان مستشار الشؤون القضائيه لجهاز الاستخبارات الشباك يطرح مباشره او يحدد بقوله ان اجهزه الامن الاسرائيليه تقف موقف متفرج امام هذه الاعمال الارهابيه صحيح وايضا اضاف انه ومقالته نشرتها هآرتس ان الفروقات واضحه بين الاجراءات المتبعه من قبل اجهزه الامن الاسرائيلي امام الارهاب الفلسطيني والتخاذل الصارخ امام الارهاب اليهودي هل لذلك علاقة بتطرف لدى الحكومة اليوم اليمينية وأدواتها أم أن تطرف المجتمع الإسرائيلي هو ما يحكم أم أن الطرفين يحكمان هذا التصرف أو هذا التعاطي مع الواقع أنا لا أحب أن أقول تطرف الشارع السياسي الإسرائيلي برمته هناك تطرف في الزمرة الحاكمة الزمرة الحاكمة تسيطر على أدوات الدولة وتجدها تتبارى فيما بينها يعني أحزاب الائتلاف الحاكم وبعض أحزاب المعاضرة عارضة من ضمن الائتلاف اليميني الواسع الذين زي ليبرمان الذي كان من من ابرز وزراء نتنياهو في حكومته السابقه هذول النوعين من الاحزاب يعني يقدمون كل انواع التطرف الذي يشبه ما ي... أكثر ما يشبه كل واحد يتبارى مع الثاني في كره العرب في التخويف من العرب والتخويف نظرية أساسية عند نتنياهو أصلا وعند عديد من القادة الإسرائيليين هؤلاء يشددون باستمرار على موضوع أن الجمهور معهم الآن علينا أن نفرق ما بين هذا الطرح والقوى والأحزاب الصهيونية الأخرى التي للأسف الشديد للأسف الشديد تتخذ في لحظات المواجهة خوفا من أن تتهم بالخيانة وخاصة أن الإعلام الإسرائيلي الآن آه يعني لم يعد آه يعني كان آخر ضحايا السياسة المتطرفة الإسرائيلية ففي يوم من الأيام كان الإعلام الإسرائيلي إعلام ديمقراطي إلى آخره الآن صحفيون بارزون من أصحاب الضمير لا. أفراد يهددوا عليهم حراسات يهددوا بالقتل كما قتل في الماضي إسحاق رابين الأحزاب الصهيونية الأخرى زي حزب العمل مثلا تفاجأ الآن بالموقف الذي يتخذه مفترض أن يشكل معارضة في حالات ما ينشروه من ذعر وخوف من العرب من الفلسطينيين تجدهم يتوحدون لكن لو مورس إعلام آخر مختلف يعني أيام ما كان الحديث عن السلام وعن التسوية إلى آخره كانت تقريبا كل استطلاعات الراي العام في اسرائيل تقول انه دوما دوما في حد ادنى 61% من الجمهور الاسرائيلي ليس مع التطرف انما ما شهدناه في التسع عشر سنوات الاخيره من انزياح رهيب نحو اليمين بدا يفرض خطابه حتى على هذه القطاعات، يعني في عمليه غسل دماغ ايضا تجري للمواطن الاسرائيلي. والتحريض لا يشمل ولا يقتصر فقط على أهلنا في الضفة والقطاع وإنما يشمل أهلنا في الثمانية وأربعين وقد لاحظت من أيام الانتخابات وما قبل الانتخابات وما بعد الانتخابات كيف أن نتنياهو لا يكل ولا يمل من التحريض وآخر أنواع التحريض الآن محاولة آه اعلان آه الـ 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 التيار الاسلامي بقياده الشيخ آه رائد صلاح آه تنظيما غير شرعي لكن اضافه لما سبق ذكره واشاره للاقتباس اللي اخذته الملاحظ الان انه ان كان ثمه عقلاء في اسرائيل فتجدهم ممن تولوا السلطه او داخل الأجهزة الأمنية على شدة فاشية هذه الأجهزة بالمعنى الاستراتيجي إلا أنهم دوما يضغطوا على هذه المجموعة هذه الطغمة المسعورة الحاكمة الآن في تهدئتهم سواء كان هذا الموضوع يتصل بسياسه خارجيه كما كان الحال مع ايران عندما كانوا يحاولوا ان يدفعوا بالامور نحو حرب، ولهم اسبابهم من هذه الحرب، اسباب فلسطينيه واسباب اردنيه في تقديري، لكن آآ كانوا هؤلاء يشكلوا نوعا من الكابح. الان تجد ان اكثر المعلقين السياسيين البارزين ذوي او المتقاعدين من الجنرالات السابقة سواء بالمخابرات أو بالأمن أو بالجيش بغالبيتهم يتحدثون عن أن إدارة الصراع لا تقتضي التصعيد إرادة الصراع تقتضي أن القيام بخطوات يسمونها إيجابية والبعض يذهب إلى أنه لا بد من حل سياسي أي العودة إلى حل الدولتين أنا بأسر أكثر عن عن موضوع حل الدولتين وحقيقة السؤال اليوم في ظل كل ما نشهده هل ما زال من أمل بالسلام بين الشعوب وراح نحكي أيضا عن مواقف السلطة الوطنية الفلسطينية الموقف العربي الموقف الأردني نعم كيف تقرأ كل ذلك وكيف تجده اليوم في ظل ما تعرض له فلسطين وكل ما تعرض له فلسطين نعم وسنواصل حوارنا وضيفنا الكريم بعد فاصل قصير أهلا بكم من جديد مستمرون بحوارنا وضيفنا الكريم وتوقفنا دكتور عند قضية السلام وهل بقي هناك سلام؟ هل هناك أمل بسلام اليوم؟ يعني هذا يعتمد نحن تقريبا ما قبل المرحلة الأخيرة. يعني ربما في ربع الساعة الأخير كما يقولون. إن اختار العالم أن يضغط باتجاه السلام واعاده المسيره السلميه الى جديتها المفترضه فذلك خيار فذلك سيناريو اما اذا ما استمر الجهد العبثي الذي مارسته اسرائيل واختارت اطاله المفاوضات على نحو عبثي بقصد مزيد من التهويد للمناطق الفلسطينية بمزيد من المستعمرات الاحتلالية التي يسمونها مستوطنات لا. في مثل هذه الحالة آه إذا هذا بده يستمر لا ما في أمل للسلام لأنه آه 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 لا يمكن في ظل غياب إرادة دولية وللأسف الإرادة العربية غائبة والإرادة الإسلامية غائبة آه لا أمل في مسيرة سلمية خاصة وان القياده الفلسطينيه ممثله الان في منظمه التحرير وطبعا يتبعها السلطه الفلسطينيه باتت غير راغبه على الاطلاق في العوده الى السيناريو العبثي السابق وهذا ينقلنا الى مرحله اخرى مختلفه عن يعني بدك تلجا لاسلحتك الخارجيه. طيب نوع طلب الحمايه الدوليه وما الى هنالك طيب انا راح راح اجي لموقف السلطه الوطنيه نعم الفلسطينيه تحديدا لكن دكتور الباحثين البعثات الدوليه جميعها تؤكد ان اهم تحديات التعايش نعم بين اليهود والمسلمين والمسيحيين في فلسطين المتطرفون اليهود هذا اهم تحدي طبعا طيب طبعا المتطرفون اليهود ولكن من هم في هذه المرحله هم الـ الـ القطعان المستوطنين واحزابهم السياسيه من جهه نعم. وهؤلاء ليس لهم صفة رسمية إذا جازت العبارة ولكن رغم قلتهم النسبية فإن لهم أعلى تمثيل في الكنيسة في هذه المرحلة هذا ينقلنا إلى الجهاز جهاز الدولة جهاز الدولة من كنيستها إلى وزرائها كلهم مصابون بمرض يبدو لا شفاء منه وهو السعار اليميني التوسعي الإحلالي المبني على خرافات تلمودية عنوانها أن أنهم شعب الله المختار أن هذه الأرض من النهر إلى البحر وأحيانا يقول بما فيها الضفة الأخرى أي الأردن هي ملكنا كأنه سبحانه وتعالى يعني وكيل عقاري يمنح الأرض على هذا النحو فهؤلاء جميعا لا أمل فيهم بالسلام إن لم يلوى أصبعهم أو ذراعهم أو حتى رقبتهم وهنا يأتي عامل أولا الـ الـ هذه الانتفاضه الشريفه في داخل الوطن الفلسطيني وخاصه اذا ما ضمن لها الاستمرار والاراده الدوليه قافز بصراحه عن الوضع العربي والوضع الاسلامي طيب السلطه الوطنيه الفلسطينيه تتعرض لانتقاد شديد من موقفها مما يحدث في القدس والضفه الغربيه عموما كيف تقيم موقف السلطه اليوم الحقيقة آه يعني السلطة آه يعني مذبوحة من الطرفين <applause> الآن الحملة الكبرى على السلطة تأتيها من آه الحكومة الإسرائيلية من نتنياهو شخصيا ووزرائه من أعضاء الكنيسة من الأحزاب الإسرائيلية في الائتلاف اليميني الحاكم بحيث يصنف ابو مازن باعتباره سفاح باعتباره محرض اول باعتباره ليس شريكا في السلام الى اخر ما هنالك حتى هناك دعوات لقتله <applause> آه مثل هذه الدعوات تخفف من كل المظاهر السلبيه التي للسلطه آه في اعين الشعب الفلسطيني يعني ما قبل هذا الموقف الاسرائيلي ما قبل الموقف الفلسطيني الذي رفض ان يدين اعمال هؤلاء الشباب الشرفاء المناضلين، لانه جرى في الماضي ادانات لمثل هذه الاعمال. عدم الـ الـ الاقدام على آآ آآ الادانه من جهه. الذهاب للامم المتحده واتهام اسرائيل بالاعدام الميداني وهذه حقيقه يعني تجري الان نعم. امام اعين كل الناظرين لانه اي مواطن اي شخص موجود في تلك البقعه الملتهبه يستطيع ان يصور الاحداث كما هي فمن هنا السلطه الان ربما تكون في اكثر حالاتها ارتياحا النقمة عليها شعبيا طبعا نعم. طبعا نعم. يعني يعني الـ 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 أبناء الشعب الفلسطيني آه الذين دائما لهم ملاحظات على الحكومه وعلى السلطه بعمومها الان اخف وطاه لانهم يروا ان السلطه آه وفقا اصلا للاتهامات الاسرائيليه كانها تشجع على هذه العمليات او على الاقل لا تدينها طبعا الفصائل الفلسطينيه التي تشكل مجموع منظمه التحرير باستثناء القوى الاسلاميه هذه القوى جميعها تقف موقف المتعاطف والداعم لانتفاضه اهلنا. أنت تعلم أن هناك قيود على الحكومة قيود على الرئاسة تختلف عن القيود الموجودة على الفصائل السياسية أو القوى الفصائلية بشكل عام نعم طيب اسمح لي الرئيس عباس يلوح نعم. في كثير من المرات بحل نعم. السلطة الاستقالة وهناك من يقول جدوى استخدام ذلك اليوم هل من ممكن أن يلوح فيه اليوم نعم هذا السلاح في وجه ما يحدث من مجازر يعني آه يعني سواء موضوع السلطة التي هي وليدة أوسلو آه أنا أعتقد أنها أصبحت في خبر كان بمعنى معين وهذا المعنى أنه وكان لي اجتماع مع جميع الفصائل الممثلة في فلسطين في منظمه التحرير قبل ثلاثه الى اربعه ايام وكان موقفهم جميعا اننا نحن الان نتحدث عن دوله تحت الاحتلال ولا نتحدث عن سلطه وطنيه ولا نتحدث عن اوسلو لانه ان انت انطلقت من زاويه ان هذه اوسلو واستمرار لها فتلك ستكون مصيبه وكارثه لأن أوسلو عمليا تم اغتياله وتم قتله من قبل نتنياهو تدريجيا إلى أن أصبح في وضع المدفون الآن ونتنياهو ضبط متلبسا على فيديو 2009 عندما كان يتحدث في مناسبة سياسية ضبط وهو يقول أن مهمتي الكبرى هي قتل أوسلو هي الإنهاء والقضاء المبرم على أوسلو وقد نجح حقيقة في فعل ذلك أنا أعتقد أن الأمور تجاوزت أو يجب أن تتجاوز السلطة وأوسلو بالتأكيد لأن أوسلو بحكم المنتهي لا. يعني ما في اتفاقية من اتفاقات أوسلو بقيت صامدة حتى الآن حتى الاخ الرئيس وعدد من والاخ رئيس الحكومه وعدد من المسؤولين قالوا اكثر من مره انه يعني اين الاتفاقات وما آل اليه وضعها في هذا المجال ان كانوا يريدون فقط من كل الاتفاقات الاقتصادية والسياسية أو السياسية أولا ثم الاقتصادية وغيرها أن تنتهي بموضوع التنسيق الأمني فلا لن يكون ذلك وهذا بالمناسبة الرأي السائد والكاسح في أوساط منظمة التحرير الفلسطينية لذلك الحديث اليوم أن قوات الأمن الفلسطيني تسمح بالمظاهرات لا تقمعها كالمعتاد تتركها تتحرك براحة أني هنا اختلفت الامور يعني اولا القوات الفلسطينيه تخرج عن وطنيتها ان هي تصدت لهؤلاء. وهؤلاء ناس في النهايه لهم وظيفه امنيه لكنهم اناس من ابناء شعبنا ومواطنون. ان لا سمح الله خرج واحد منهم وتصرف تصرفا يعني قذرا كما حدث في بيت لحم قبل بضعه اسابيع على سبيل المثال، فهذا يجب ان يعاقب ويحاسب. نعم استطيع ان اجزم لك وطبعا يعني الكتابات الاسرائيليه موجوده وشهادات الناس في الوطن الفلسطيني موجوده عن ان الاجهزه الامنيه الان في وضع لا تستطيع معه حتى في رايي لو صدرت اليها الاوامر ان تقمع جماهير شعبها. يعني ان هي لم تكن معه قلبا وقالبا واظن انها كذلك فهي لن تشارك على الاطلاق في قمعه، لانه ان قمعته اصبحت قوات اسرائيليه. نعم. طيب التهديد باوسلو من سيكسب ومن سيخسر اذا هددنا بهذه الاتفاقيه اللي انت قلت نعم انها الان هي في مرحله الموت. نعم بنهدد فيها من سيكسب من سيخسر؟ احنا تم تم تجاوز أوسلو يعني لا لا يجوز لنا ان, أن نعيد ماساه التجربة الأصلوية نحن الآن تجاوزنا هذا وأصبحنا دولة تحت الاحتلال الجمعية العامة الأمم المتحدة اعترفت فينا معظم دول العالم اعترفت فينا وهي تنتقل من خطوة عظيمة إلى خطوة أعظم تراكمات هائلة حصلت في السنوات الماضية آه وفي في آه آه المناسبة يجب أن أشير إلى أن جلالة الملك آه عبد الله في آخر لقاء مع الأخ أبو مازن قال له يا أخ أبو مازن أنت لا تعرف إنجازاتك يبدو على ما يبدو لأنه كان أبو مازن متذمر وعلى أبواب فعلا أن يتخذ خطوة آه يعني دراماتيكية في الأمم المتحدة قال له إنجازاتك في العالم كبيرة هلا انجازات ابو مازن، انجازات منظمه التحرير، انجازات الجانب الايجابي من التحرك اللي كان سائد طوال السنين الماضيه اعطى اكله على الصعيد الدولي، احنا الان دوله تحت الاحتلال، ما حدا يجوز له ان يتحدث عن اوسلو التي قتلها نتنياهو ودفنها نتنياهو ونحن لا نريد لها ان تحيا ولا نريد لها ان تخرج من قبرها شبحا نحن انتقلنا نوعيا من مرحله سياسيه الى مرحله سياسيه اخرى، علينا ان نذهب الى الامم المتحده، علينا ان نذهب الى المنظمات الدوليه، علينا ان نتابع طلب الحمايه الدوليه الذي هو واقع الان في مجلس الامن بعد الدعوه دعوه سفيره الاردن في الامم المتحده لذلك نحن في عالم اخر الان، لم يعد هذا العالم ولا يجوز العوده اليه. نعم. طيب من يقود التحرك الميداني اليوم على الارض ومن المطلوب والله حتى الان قيادة حتى الان في الميدان وربما لحسن الحظ في هذه المرحله ان الذين يقودون ذلك هم شباب بعمر الورد صبايا زهرات فلسطين الشباب اليافعين من ابناء فلسطين هم الذين يقودون هذه المعركه وسبب نجاحهم وعدم ضبطهم اسرائيليا حسب كل التقارير الامنيه وغير الامنيه الاسرائيليه تقول هؤلاء لا ماضي امني لهم هؤلاء آه لا نعرف عن اي نشاط سياسي لهم لا نعرف الا وانهم ينفجرون فجاه في في الشارع حاملين نعم. اما سكينا او حجاره او اذا توفرت لهم وسائل نقل دهسا الى اخر ما هنالك يسمون الذئاب المتوحده او الـ الـ يعني يتصرفون فرادة. خارج الاطار التنظيمي نعم. انا بعتقد يجب ان يرفدوا يجب ان يدعموا لان هذه ظاهره لا تستطيع ان تستمر وتحيا الى الابد لابد من قياده لابد من خطه لابد من برنامج وطني تجمع عليه كل القوى لكي نتجاوز ماساه الانقسام ونتجاوز ماساه التفاوض العبثي ونتجاوز كل ما ظهر من مظاهر سلبيه في الماضي هؤلاء قدموا الارضيه الملائمه بهبتهم الغير نظامية إذا جازت العبارة غير الفصائلية لكي يقدموا دليلا حيا على أن هذا الشعب ولاد وأن هذا الشعب لا ييأس وأن هذا الشعب لا يمكن أن تنكسر إرادته دكتور اسمح لي أرجع في المشهد شوي والمستوطنين تحديدا نعم إعدامات بدم بارد ومتعمد نعم. نعم. جنود الاحتلال إعدام بدم بارد ومتعمد والمستوطنون يبادرون في في بعض الاحيان بالهجوم طبعا لماذا؟ لماذا اليوم تختلف الصوره؟ لانه هناك حكومه ترعاهم <applause> يعني كما اشرت في تعليق لصحفي اسرائيلي بارز قال اللغه المزدوجه والتحرك بمكيالين هناك دوله ارهابيه اصلا ترعى إرهابيين خارجين عن نطاق أجهزتها الأمنية نعم. وبالتالي هؤلاء تقدم لهم كل أنواع الدعم وكل أنواع المساعدة فبالتالي تشجع هؤلاء ثم إن علينا وأعيد أن التأكيد على أن نسبة كبيرة من أعضاء الكنيسة هم من قطعان المستوطنين أنفسهم واكتسبوا ثقلا سياسيا لا يتناسب اصلا مع عدد عددهم فهؤلاء بالكنيسه يفرضوا شروطهم عبر وزرائهم في الحكومه الائتلافيه التي تتميز بالسعار وبالرعونه وبالاحلام الفاشيه وشبه النازيه اليهوديه للاسف عم بيحولوها الى فعلا حرب دينيه وقد تم تحذيرهم مرارا وتكرارا خاصه من القياده الفلسطينيه ومن القياده الاردنيه من اشهر والقيادات تتحدث عن خطر تحول الموضوع الى خطر ديني حرب دينيه واذا ما تحولت الى حرب دينيه فتلك مساله ستكون يعني ضد كل ما يخدم اعتبارات حضاريه وانسانيه كثيره. طيب يعني قفزت عن الدول العربيه والاسلاميه لكني سأسألك عن الموقف نعم. الأردني. ما نعم. المطلوب اليوم من الموقف الأردني الرسمي والشعبي؟ نعم يعني شخصيا أولا شعبيا أنت لا تستطيع أن تقول للقوى السياسيه التي أثبتت طوال الوقت أنها فلسطينية أحيانا أكثر من كثير من الفلسطينيين لا تستطيع أن تقول لهم ماذا يفعلون لقد فعلوا وتحملوا أعباء في الماضي وفي الحاضر أكثر من أي شيء ثاني يعني وهذا واجب القوى الشعبية عموما وإجمالا الجواب عن الموقف الأردني يعني تصور لو أن الموقف الأردني كان معظم مواقف الدول العربية يعني تصور مثلا لو ما في رعاية هاشمية للأماكن المقدسة اللي المسجد الأقصى والمسجد الحرام إلى آخره يعني كان من سيردع إسرائيل نحن نقول السلطة الفلسطينية شبه المنتهية الدوله الفلسطينيه تحت احتلال لا تستطيع ان تفعل شيئا خاصه في القدس لان القدس مضمومه منذ 67 بين مزدوجين لاسرائيل فقدرتها على الوصول الى القدس قدره المواطن الفلسطيني اصلا ناهيك عن المسؤول الفلسطيني الى الوصول إلى القدس ضعيفه انا أعتقد انه وبالمناسبه يعني من باب التحليل السياسي انا بعتقد انه هناك امور ايجابيه لمصلحه جلاله الملك ولمصلحه المسؤولين في المملكه اكثر كثير مما نعلمه، مما يطفو على السطح، يعني في جهد يجري تحت الطاوله. آه لمنع آه ما كان لا سمح الله يمكن أن يحدث بالنسبة للمسجد الأقصى التقسيم الزماني والمكاني وربما الحرق أيضا لأن المسجد الأقصى آه إن حرق فلن تكون المرة الأولى صحيح. فحقيقة آه يعني بمجلس الأمن من الذي تحرك؟ وبأي واسطة آه جهد مشكور وإن كنا دائما نطمع بجهد أكبر طيب بعجالة أرجوك إلى أين تذهب الأمور اليوم؟ تذهب الأمور ما لم يتدخل عقلاء الوطن العربي وعقلاء العالم، وأنا أقول أن عقلاء العالم لربما يتحركوا أكثر ولربما يكون تأثيرهم أكثر. آآ آآ إن لم يتحركوا فهي ذاهبة إلى حرب دينية آآ دموية آآ لن تكون رقعتها فلسطين فحسب وهذا, لا. وهذا ال 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 الموقف الذي يشير إليه بعض الإسرائيليون وبعض يهود العالم أن هذا النتنياهو وهذه الحكومة الموغلة في التطرف هي ماضية إلى ما قد يسمى تهديد الوجود الإسرائيلي نعم. فهم حفاروا قبرهم طيب أنا بدي أشكرك كل الشكر دكتور أسعد الرحمن أستاذ العلوم السياسية ورئيس هيئة الموسوعة الفلسطينية شرفت محضورك اليوم شكرا جزيلا شكر لك شكرا لكم يا أخي شكرا شكر شكر لكم, لكم. أهلا وسهلا إذن إلى هنا نكون قد وصلنا نهاية حلقة الليلة من نبض البلد رؤية كما عهدتموها كانت ولا تزال واستبقى دائما معكم منكم وإليكم نلتقي غدا تصبحون على خير شكرا لكم